قطع يا روحي قطع عالمجوز والربابة وليه أنا الدنيا بايعها بايعها وصار بحقها الله يبارك الله يعين ويكون في للشعب معين تعرف ليش؟ الأمة وكل الهبلان كله بده يصير فنان نعم صحيح صحيح 100% وليه اسمع مني يا ولد محمود أو لا أحد اسمع أشهد جاي أعلمكم فني ومحمود أحسن مغني ما في بعد الصحيح وليه نمبر ون ونمبر ون صغير وبعلم عالفن ايه وليه نمبر ون ونمبر ون صغير وبعلم عالفن ولا ترندوا بالملايين محمود وابو ياسين واللي مو عجبه الصحيح والكلام حتى الصريح اسمع شو بقوله اذا دا سلم عليك لسه هذا والله منيح اسمع وليه جاي اعلمكم فني في ناس حرام تغني نعم نعم وليه جاي اعلمكم فني في ناس حرام تغني وليه انا لا ترند الشغال لا غير ما في مجال اسمع هذا الوتر هذا العود لترند الاول محمود عالوتر اسمع مني يا وسام محمود والله افعال انا محمود الكيان اقوال ومع افعال ولي يلا ولي 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 يا ولي تلميذ صاير شاطر يعطينا دروس تلميذ صاير شاطر يعطينا دروس وانا لعل انت العالم تكسر الروس يلعن ابو المكياج العالم دمر يلعن ابو المكياج العالم دمر اللي بتشوف نانسي تطلع جعفر نعم 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 وليه وش قد خبصنا وش قد خبصنا يلا طق الفشك صارت موضة قديمة اوعى بعمرك لا تعطي الساقط قيمة ايه يلا طق الفشك من ابو غنيناها والساحة بغضب الله فجرناها نعم يا محمود ويا مرتب بالحلاوة انا والله
شكي صفر الحر يا تلميذ عالفاضي مضيع وقتك قريبا ما هي مطولة لحرق كرتك نعم وليه الوضع بدو عمان اصحاب زلم مش نسوان ايه وليه الوضع بدو اسطنبول الرزانة هو المسؤول اسمع وليه لا اصفر ولا اخضر الرزانة والاشقر ايه وليه اضرب وطر واضرب عود ترند الاول محمود اسمع وليه زمان الاول اتحول بس انا الاول الاول اسمع اكبر حلم عدواني اصير الرقم الثاني اسمع وليه أكبر غلطة سويتها ناس صغير عليتها وليه أكبر غلطة بحياتي عليت واحد واطي اسمع يعني إلى الذين ينتظرون سقوطك يعني ما نصعد رطب من الله دولة دولة الرزانة وقطع عليها عليها ولي اسمع يا جواجع يا شرياني عليها 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 وليه ايضا ما حبوبي رماني شو الدنيا وشو خوانا وليش شو يعني جماله مين مفكر حاله انا عندي بالفيلا ما بحطه شغاله وليش عرفت اني بحبها امي شباف مربى صارت لما تلمح ليه عالطاير تتخافى وانا شفت البطة واسألتا يا بطة بلغي عن احوالك عزبة ولا مرطبطة
وانا شفت البطة وسألتها يا بطة بلغي عن احوالك عزة او مرتبطة. نعم وليه اسمع وليه لحرق القبيلة ان راحت لغيري لروح عند الرزانة في امي طويلة.